السلام عليكم، معكم سيد من قناة أبدأ واستمتع كرييتس فن، برنامج ماي أب شيرر. برنامج ماي أب شيرر بعتبره من البرامج الرائعة جدا، لأنه بيدي ميزة مش موجودة في برامج تانية كتير، وهو إن أنت بتعمل شير للبرنامج نفسه مش للملف. يعني مثلا أنا منزل برنامج، منزله حتى من خارج البلاي ستور، وعايز اديه لاي زميل ليا، بدل ما اقعد اوصف له او ابعت له اللينك او هو يخش يدور على اسم برنامج، انا بعمل حاجه جميله جدا، بختار البرنامج اللي انا عايزه وبعمل حاجه اسمها شير، وبشير الاي بي كي. الاي بي كي يعني انا بشير السورس بتاع البرنامج او مصدر البرنامج كله، فبعمل شير للبرنامج كاني بعمل شير لملف عادي جدا. اختار الملف اللي البرنامج اللي انا عايزه، خلاص، واختار فوق الاي بي كي، وبعدين بعمل شير. خيارات الشير جميلة جدا، برضو عندك تقدر تبعته بالبلوتوث، الواتساب، الجيميل، ماسنجر، على طول بيروح له البرنامج. اول ما بينزل عنده البرنامج يقدر يعمل له سيت اب، ويبقى كده هوت انت سهلت على نفسك امر كبير جدا في نقل البرامج من تليفون الى تليفون اخر. تمام، تقدر كمان تبعت اللينك موجودة قدامك، تقدر تبعت اللينك بتاعت البرنامج نفسه بدل ما تبعت الاي بي كي، ففي الحالة دي بيروح اللينك وهو يقدر ينزل البرنامج بنفسه. وعندك كمان امكانية السيرش، ان انت تقدر تدور على اي برنامج عنده. طبعا اغلبنا منزل برامج كتيرة جدا على الجهاز، فبدل ما يقعد يدور بعينه بيكتب بس الحروف الاولية من اي برنامج، وبعدين يختار برنامج اللي هو عايزه وبيعمل شير، ويقدر يبعته لأي تليفون آخر. وعندنا إمكانيات الإرسال كتيرة جدا. تكون استفدتم بشرح النهاردة، وياريت ما تبخلوش علينا بشير وسبسكرايب ولايك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.